الله سبحانه وتعالى يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. لا يجوز الإنسان أبدا أن يمنع الخير. فإذا وجد الأب أو الأم أحد أبنائه من الذكور أو من أحد أولاده من الذكور أو من الإناث يريد الخير، الولد مثلا الابن مثلا يريد أن يلتحي أو يقصر ثوبه، أو البنت تريد أن تتحجب وتتستر، فيمنعها الأب وتمنعها الأم. وهذا خلاف ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذ إن الواجب على الأب والواجب على الأم أن يأمر الأولاد ذكورا وإناثا بالالتزام بدين الله تبارك وتعالى، فكيف يصدانهم عن الدين إذا هما أرادا ذلك؟ وهذا لا شك أنه يعني من الضلال. فعلى الآباء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أولادهم ذكورا كانوا إناثا، وعلى الأمهات كذلك أن يتقين الله تبارك وتعالى في الأولاد، وأن يشجعوهم على هذا الأمر، وهو الحرص على الصلاة، الحجاب، اللحية، تقصير الثوب، التزام بالسنن، الصدقات، الصيام، وغير ذلك من الطاعات كثير. إذا قصد الابن أو البنت الطاعة فلا يجوز للأب، بل إنه يحمل وزرا، يحمل وزره ويحمل وزر أولاده. من سن سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها والعياذ بالله. يعني يكفي الإنسان يتحمل ذنوبه، فلا طاقة الإنسان يتحمل ذنوب غيره كذلك، بحيث أن يكون صدهم عن هذا الخير، وهو يعني الالتزام بدين الله تبارك وتعالى بطريقة. طبعا بعض الآباء والأمهات، خاصة الأمهات، يعني يرين أن البنت إذا تحجبت ما هي نصيبها، ما تزوج، خالتي عشان تزوج، وهذا من الجهل بمكان، ومن الكفر بالإيمان بالقضاء والقدر والعياذ بالله. والبنت مكتوب لها زوجها، مكتوب لها عيالها، ومكتوب لها رزقها، وهي بطن أمها. فلا يجوز هذا الكلام أن إذا تحجبت ما تزوج، وإذا تحجبت تتزوج، والعكس صحيح. هذا لا يصلح هذا الكلام. وكذلك دعوة أن الابن إذا التحى أو إذا هذا يا شكلك مو حلو، هذا أعوذ بالله خطر جدا هذا الكلام. أو أن لا تصلي في المسجد، أو أن لا تقصر ثوبك أو كذا، وهو يريد الخير، وهذا من الصد عن الخير. فعلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله تبارك وتعالى، أو يحمدون الله تبارك وتعالى أن الله هدى أولادهم، فكيف يكون بعد ذلك يعني حجر عثرة في طريق الاستقامة للأبناء والبنات. والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله.